احنا بقول وهقرر ان عشان نعمل كنترول لعدم انتشار الفيروس لازم يجي الاساسي من الاصل اللي هو المواطن. احنا قلنا العزل لازم يفهموا يعني ايه كلمه عزل. العزل معناه لو انت حاسس ان suspected cases بمعنى صح ايه عندك اشتباه في الاصابه، لازم اولا تتجه الى مستشفى متخصص زي مستشفى عميات، سواء كان امبابه سواء كان عباسيه او اي مستشفى. ولازم نعرف مش اي الم في الصدر او كحه او قرشه نفس معناها فيروس كورونا. في بعض الناس جالها هوس او جالها فوبيا او جالها نوع من سايكولوجي ديستربنس بمعنى الحاله النفسيه بتاعته بتبقى سيئه مع نزله البرد العاديه. لكن لو استمر المريض بوجود اعضاء بوجود اعراض زي زياده في حراره، صداع مستديم، الام في الجسم، كحه، قرشه نفس، وما فيش استجابه للعلاج، لابد ان يتجه الى الطبيب المباشر، ويا ريت يكون مستشفى زي مستشفى الحميات بانواعها. وانا بقول ليه؟ احنا شفنا حالات كتير جدا، فاصبح دلوقتي متمرسين ومتمرنين على اي حاله تيجي نقدر نتعامل معاها ازاي وهنقدر نفيدها ازاي. لكن انا بستغل وجودكم معايا في المكتب اني لابد من اخذ الاجراءات الحاسمه من الحكومه وخاصه وزاره الداخليه على كل من يتهاون ويخرج عن القانون. بمعنى لازم ادور عليهم في الممرات الضيقه في الاحياء الشعبيه، غالبا هم دول بيبقوا نسبه كبيره جدا متواجدين ومتلحمين في هذه الاماكن اللي هم اصلا بيساعدوا على انتشار فيروس كورونا بصوره سريعه. فبالتالي لازم ندخل في الاماكن دي ولازم نعمل ملاحظه يوميه عليهم بحيث ان يحسوا ان في كنترول عليهم مع استخدام الماسكات في الاماكن المزدحمه. قلنا زي مصلحه البريد، زي البنوك، زي المول، زي اي حته فيها اماكن مزدحمه لابد من استخدام الوقايه ضد فيروس كورونا لعدم انتشار. والوقايه سواء كان جلافز سواء كان ماسك سواء كان جاون او اي حاجه. وانا بقول ان شاء الله مع دخول فصل الصيف اللي جاي اللي احنا فيه ده ان شاء الله معدل الاصابه هيقل، لكن بالتعاون ما بين وزاره الصحه وما بين المواطنين. الوزاره عامله عليها واكتر، الوزاره عامله عليها واكتر. فلازم نقول ونعترف ان العيب موجود منا احنا. احنا اللي مش عايزين نفهم احنا في خطر ازاي، ولو ما تدركش الخطر ده مش عايز اقول كارثه سوف تحدث. ويا رب ان شاء الله يكون كلامنا مفيد، ويا رب اللي بيسمعنا دلوقتي يكون فاهم اللي بنقوله ايه، لان احنا بجد ارهقنا وتعبنا ومنا ناس ماتت ومنا ناس معرضين للموت ومنا ناس أمانة الله مش قادرين نعيش اصلا كدكاتره ولا تمريض ولا اي عامل موجود في 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 في, في, في اي مصلحه زي مستشفى او وخاصه مستشفى العزل او الحجر الصحي. ده كلهم ناس معرضين للاصابه، فبيسيب نفسه وعارف ممكن يصاب في اي وقت. ويا رب حق جاه النبي يقف معانا في هذه المحنه، لان فعلا احنا تعبنا كتير، ويا ريت تعبنا ده يجي على خير ان شاء الله لو تدارك المواطنين الكلام اللي انا قلته.